عقد مجلس النواب جلسته العادية 14 في دور الانعقاد السنوي العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس المجلس. مرر مجلس النواب في جلسته اليوم مشروع قانون يقضي بفرض ضريبة على التحويلات المالية الخارجية للأجانب، ويحدد مضمون مشروع القانون بفرض ضريبة بنسبة 2% على المبالغ النقدية التي يقوم الأجانب بتحويلها إلى خارج مملكة البحرين. طبعا أهمية اليوم مشروع القانون اللي تم تمشيته اللي هو ضريبة على الحوالات الأجنبية، احنا طبعا اليوم وافق عليه المجلس وأخذ الاعتبار أن هذا النوع من الضرائب لازم أخذ مرئيات اللي كانت موجودة وأن هي تم تطبيقها بشكل صحيح، أيضا أن هذه الضريبة يجب تصرف في يعني بنود محددة يكون هدفها رفع من مستوى المعيشة للمواطن، يعني هذا الهدف اللي احنا اليوم كنا نتكلم فيه. فطبعا اليوم احنا يعني مع ان احنا نزيد من اللي هو الايرادات الغير نفطيه ويكون في ايرادات اخرى ومثل هذا النوع من الايرادات بشرط انه ما ياثر على مستوى المعيشه للمواطن، في نفس الوقت ما يكون له اثر سلبي على تصنيف مملكه البحرين. طبعا احنا داعمين لاي شيء يزيد ايرادات الدوله، واليوم الوضع الاقتصادي يتطلب الى زياده ايرادات، فاحنا مع اي مشروع يزيد ايرادات الدوله، ولكن يجب وضع ضوابط لجذب المستثمرين. احنا ما نبي المستثمر يتضايق او يطلع، ولكن نفس الوقت نبي ناخذ حقنا، وان شاء الله احنا مع اي شيء يدعم الوطن والمواطن. إلى ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع بقانون بشأن حقوق المسنين، والذي يقضي بزيادة المزايا التي يحصل عليها المسن الحامل لبطاقة خدمات المسنين ومنحه من خلالها تخفيضا بنسبة 50% على جميع الرسوم التي تفرضها الدولة، إلى جانب الإعفاء من بعض الرسوم الأخرى، مما يسهم في تحسين وضع المعيش لهذه الفئة. احنا في قانون المسنين نسعى الى رفع وتكريم المسن والمتقاعد ممن افنى حياته في خدمه البلاد، وهناك عده تشريعات احنا منطلقين منها. اولا في لجنه الدعومات احنا حاليا نحاول رفع مخصصات المتقاعدين والمسنين، وايضا هذا القانون يخدم الى تقليص وتخفيض رسوم في الخدمات، وايضا باذن الله احنا ايضا نحاول ارجاع 3% للمتقاعدين. وانتقل المجلس إلى مناقشة المقترحات بقانون، ومن أبرزها تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلها، ومقترح بقانون بشأن توطين الوظائف والمهن في الجهات الحكومية والشركات التابعة لها، بالإضافة إلى الاقتراح بقانون بشأن إدراج أرباح الشركات التي تساهم فيها الدولة ضمن الميزانية العامة للدولة، لتنتقل الجلسة بعد ذلك للمناقشة العامة حول سياسة الحكومة بشأن توفير الخدمات الحكومية في نطاق المحافظة الشمالية. ملفات مهمة نوقشت اليوم خلال جلسة مجلس النواب تناولت عدة مقترحات بقانون، كان من أبرزها محور دعم الاقتصاد الوطني وحقوق كبار المواطنين، وذلك فيما يصب في صالح المواطنين والمقيمين على الأصعدة كافة. خالد العون لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.